السلام عليكم متتبعينا الأوفياء في قناة الذهبي فيشينغ، وفي حلقة جديدة وبلوك جديد كنتمنى يعجبكم. ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو من أجل تشجيعي فقط. السلام عليكم، في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم هذه المعلومات على أنواع المصايد ديال سبينينغ. هذا الموضوع طلبوه مني مجموعة من المشاهدين، غنحاول نعطيكم مجموعة من المعلومات اللي هي عبارة عن التجارب ديالي في هذا الموضوع. كاين أربعة ديال المصايد اللي كنصيد فيهم، اللي هما المصيد الصخري والميناء ومصب النهر والمصيد الرملي. اول مصيد غنبدا به هو المصيد الرملي، يعني فيه غير الرمال ما فيهش الصخور. الطريقه ديال الصيد في هذا المصيد غنصيدو على طول الشاطئ، احنا ماشيين وحنايا كنصيدو، وافضل طريقه اللي كنستعمل هي كنبحث على اسماك كدعم فوق الماء، كنسيب الطعم في الوسط ديالهم وكنسحب غير بشوية. الأسماك اللي يمكننا نستهدفوه بالطعم الصناعي في هذا المصيد هي الدرعي، بالوميطا، العقرب، الشرال، كابر. ثاني مصيد هو الميناء. الطريقة ديال الصيد في هذا المصيد غنقلبوا على أسماك كدعون فوق الماء، وغنرميو الطعم الصناعي في الوسط ديالهم وغنسحبو غير بشوية. هاد الأسماك اللي كدعون فوق الماء كتكون في غالب أحوال أسماك البوري، وفي ما لقيتو أسماك البوري أكيد غتلقاو أسماك الدرعي وأنواع أخرى. الأسماك اللي يمكننا نستهدفوها بالطعم الصناعي في هذا المصيد هي الدرعي، بالوميطون، الليموني، بارك. ثالث مصيد هو مصب النهر او قمد الواد. هو البلاصه اللي كيتلاقى فيها الواد مع البحر. هاد البلاصه كيتجمع فيها بزاف ديال الانواع ديال الاسماك. كاين واحد المعلومه كتقول باللي الاسماك كتجي تشرب المحلو، ما عرفتش هاد المعلومه واش صحيحه. النوع اللي كيكون متواجد بكثره هو البوري، وفي ما لقيتو البوري غتلقاو معاه اسماك الدرعي، حيت الدرعي كياكل اسماك البوري. الأسماك اللي يمكننا نستهدفها بالطعم الصناعي في هذا المصيد هي الدرعي، البالوميطا، العقرب، الشرال، كابيا. رابع مصيد هو المصيد الصخري، يعني مصيد فيه بزاف ديال الصخور في قاع البحر وفي الشاطئ. الطريقة ديال الصيد في هذا المصيد هي التنقل من مكان إلى آخر. كل مكان كنقوم بالرمي فيه من 3 إلى 5 ديال الرميات. الأسماك اللي يمكننا نستهدفها بالطعم الصناعي في هذا المصيد هي الدرعي، باديخو، الموني، الميرو، الميربا، الباراكودا.